النشرة الرئيسة مشاهدين على رأس الساعة القادمة وفيها تتابعون: للمرة الأولى آليات الجهد الخدمي تدخل مناطق محرومة من الخدمات في بغداد بحملات تشمل الشوارع والمجاري والكهرباء. البرلمان يعقد ثالث جلسة له خلال أسبوع غدا الخميس، ويفتح ملف شح المياه والجفاف مع وزيريه في الحكومة الجديدة. صلاحية اختيار وإقالة المحافظين تفتح شهية نواب في البرلمان يدفعون باتجاه تسلم مفاتيح الرقابة والقرار في المحافظات. السوداني يعزز فريقه الحكومي بأربعة مجالس وزارية لتركيز الجهود في قطاعات الاقتصاد والطاقة والخدمات والتنمية. رغم التبرع بها من قبل الأهالي، مجهولون ينقلون مدرسة من أبو غريب إلى منطقة أخرى ويحرمون نحو 600 فتاة من الدراسة فيها. تفاصيل هذه الأخبار مشاهدينا وغيرها على رأس الساعة. إلى اللقاء.